مولا حاجة احكي مع التحضير النفسي المقابلة ذي يمكن ظهر لي ما كانش في المستوى ذي. والله يسهل الكلام وقت اللي الفريق معناها ما يكونش في يوم وقت اللي الفريق ينهزم باش نقولوا انا التحضير النفسي احنا بالعكس كان شفته على مستوى التمارين الاسبوع ولا مستوى الفيزيوناج فيديو نتاع البارح ولا الريون التكنيك نتاع اليوم حكينا وقلنا اللي الشامبيونز ليغ سي اون اوتر ديمونسيون حاجه اخرى بارابور الشامبيونز ما نجمناش نقولوا انه احنا الترجي معناها افضل فريق ولا لا الفرق اللي وصلت للدوري المجموعات سي فرق معناها عندها قيمه فنيه ثابته اليوم كان اسهل على فريق سيف شلعب خارج ميدانه بالشكل هذاك كو يلعب في بلاده دونك يسكر مليح على المنافذ يلعب يعمل دوري دو ديفونسيف بلوك با ويلعب لك سو دي كونتر دونك اي بي احنا عاوناهم اون اوفرون دو بوت اللي مش متعود الترجي يهدي اهداف في كومبيتيسيون كيما هذه اسكندر جوستومون لي دو بوت ما تراش اليوم الاسبيرونس خسرت لي دويل خاصه الكره العاليه مش مستانس الاسبيرونس تخسر الكره العاليه اليوم براتيكمون خسرت الاسبيرونس براتيكمون تو لي دويل حضرنا من راس الحرب تاع وفاق سيف نيورو 23 نجي قلنا راه سيت ان جوار تري بون تكنيكمون يطلع مليح بالراس المشكل اليوم اللي ولينا بهنا عليه طرا فيه لانه قلنا بور لي دو اكسيون يفو كل كان يخرج او ماركاج ولا خير يعمل كوفرتور مالوريزمون قعدنا ساعه ولا ساعه ودرشين وهو يديكروش ياخذ كره يدور صعيبه برشا باش نجمو نصلحوا في وقته تكلمنا في ميتون تكلمنا لكن اون ايلو بروبليم وبي اون اون كيسي دو بوت اللي فريمون معناها مش في وقتهم بالكل معناها سورتو بوتو ثاني دقيقتين دوزي ميتون الله غالب ان شاء الله معناها الترجي يرجع بسرعه لمستواه ونلقاو معناها اليات تاعنا باش نكملوا.